احنا هنتكلم دلوقتي عن برضو خبر مهم اثار جدل كبير جدا من ناحية السوشيال ميديا والمجتمع المصري، بتساءل على كروت الشحن للهاتف المحمول. هل فعلا في زيادة في اسعار هذه الكروت، ولا الموضوع ما هو الا يعني نقول جس نبض، يعني فبركة إعلامية، حاجات زي كده؟ يعني احنا عايزين برضو نفهم يعني ايه سر الزيادة يعني السريعة والمتواترة في اسعار كروت الشحن، يعني حتى يعني كروت الفكة هتغلوها على الناس البسطاء. فاحنا ان شاء الله هنحاول برضو نفتح الموضوع ده ونتكلم فيه ان شاء الله، لان يعني انك تغلي كروت الفكة يعني انت الانسان البسيط مش هيلاقي حتى يتكلم في الموبايل، فانت كده بتغلي الهوى على الناس. يعني حتى الحاجة اللي هي مش مكلفة على يعني شركات المحمول كمان عايزين يغلوها، والدولة عمالة تحارب في غلاء الأسعار وعاملة رادار لضبط الأسعار، ونيجي احنا كمان حتى المكالمة التليفون اللي هنطمن فيها على أولادنا وعلى أهلنا يعني حاجة صراحة مستفزة جدا. يعني أنا شايفها في التوقيت ده بالذات والدولة عمالة تحارب في غلاء الأسعار والحكومة بتسعى بشكل مهم جدا لتحديد الأسعار والتزام التجار بالأسعار واللائحة الموجودة، وإحنا نيجي نعلن عن خبر. يعني أنا بقرأ في الخبر وأنا أساسا منزعج، يعني كشف مصدر مسؤول بقطاع الاتصالات يعني حد مهم أنه لا توجد حاليا لحد الآن لا زيادة في أسعار كروت الفكة من شركات الاتصالات، مؤكدا أن الشركات لا تنوي رفع الأسعار في الوقت الحالي. بس أنا عايز أقول لسيادته برضو أن قبل كده برضو قبل ما نغلي الكروت وكده برضو مصدر مسؤول برضو طلع ونفى الخبر وقال لا نية لرفع أسعار الكروت، واتفاجئنا أن الكارت أبو 10 بقى ب15. يعني طيب احنا معنا مداخلة برضو مهمة من رئيس شعبة المحمول والاتصالات باتحاد الغرف التجارية الأستاذ محمد طلعت. أهلا بيك يا أستاذ محمد. أهلا وسهلا فيكم رب العالمين. أستاذ محمد، قبل كده أنا لسه بتكلم شركات المحمول طلعت برضو يعني هنقول خبر ان زيادة الكروت وفعلا زادت، يعني نفوا ورجعت زادت. فانا عايز اعرف حقيقة زيادة اسعار كروت الفكة من شركات الاتصالات، حضرتك تقول لي حقيقة الموضوع ده ايه؟ هو حضرتك الشركات بتاعت الاتصالات حضرتك لغت كروت، زي في كارت مثلا مش عارف 3.5 جنيه، في كارت ب5، هذا الكروت دي اتلغت. كل الشركات اتفقوا انه يلغوا الكروت. ايوه. فبس ما فيش بقى ولا زيادة اسعار لحاجه، ما فيش حاجه زي الخاص. يعني هم لغوا الكروت الصغيره دي، فهم فكروا ان هم لغوا دول يعني معنى كده ان الكروت هتزيد سعرها. ما فيش حاجه زادت ونفس السعر لكل واحد. يعني نقول ان الانباء المتداوله دي غير صحيحه، مظبوط كده؟ لا طبعا يا فندم، مفيش مجرد اشاعات فبركه اعلانيه. لا مش فبركه حضرتك. يعني مثلا متعود مثلا بيشتري كارت ب5، فالكارت ب5 هم لغوه. ايوه. فهم فكروا لما جيت على كارت ب5 مش موجود، فكر ان الايه كروت مش شحه، هيبتدي يغلوا في الايه الكروت. لكن الحقيقه طبعا اللي اتلغت الكروت دي والكروت الثانيه شغاله. ايوه. يعني مثلا كارت ب 12 ونص موجود، ابو 17 موجود، ابو 20 موجود، واخبار حاجه. تمام. فلكن ما فيش زياده خالص اسعار. استاذ محمد طلعت رئيس شعبه المحمول والاتصالات باتحاد الغرف التجاريه، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. وزي ما قال الاستاذ محمد، لا نيه ان شاء الله لزياده اسعار كروت الفكه،